لا أصدق ما أرى. في هذه الصحراء لا ينجو حتى جمل لوط، فما بالك بالإنسان؟ ترى بأية معجزة نجوت يا ابن عقيل؟ أنا هو المختار يا سيدي مسلم، المختار بن أبي عبيد الثقفي. لا حاجة لأن تعرفني بنفسك، فأنا كنت قد رأيتك منذ سنين في القصر الأبيض في المدائن. أنا كنت حينها شابا يافعا ولم أكن أملأ عيون رجال مثلكم أنتم، وقد سمعت آنذاك أنك اعتزلت الحرب بين ابن عمي الإمام الحسن ومعاوية وانصرفت إلى أمور الزراعة. وقد استحسنت تنحيك الحرب يا مختار لما قد رأيت من الجفاء والخذلان. رحم الله عمك، فهو لم يقصر في نصرتي ومساعدة الآخرين، إذ كان من خيرة قومه. لكن آلام ذلك التنحي تنخر في نفسي وتعذبني حتى الآن. كلنا معرضون للأخطاء، والشيطان موكل على أهل الدنيا ويوسوس في صدورهم. بحكم قول الشيطان لأغوينهم أجمعين، وهو خصم لدود للذين يعتبرون من أخطائهم فيستمدون العون منها في ثبات إيمانهم. إنه لفخر لي أنكم رأيتموني جديرا بهذه الاستضافة. هل قطعتم الطريق بمفردكم؟ لا، لم أكن بمفردي، لكن صرت وحيدا. كان معي دليلان لكنهما ماتا من العطش على الطريق في الصحراء. الصحراء ما بين الحجاز والعراق شاسعة، وقطع هذه الصحراء الحارقة معجزة. هذه الرحلة رحلة عشق يا أخي، ولولا إعجاز الحب لهلكت أنا مثل الدليلين. من أي جهة دخلتم الكوفة يا سيدي؟ من جانب السبخ. هل صادفتم الشرطة؟ أجل أيها المختار، ولكننا أفلتنا من شراكهم بلطائف الحيل. قد يكونون تتبعوا أثاركم. لا يا أبا إسحاق، كن مطمئن البال، أنا واثق تماما أنهم لم يطلعوا بعد على مجيء مسلم إلى هنا. هل لا يزال المؤمنون غرباء في الكوفة؟ إذن أين أولئك الذين بعثوا بأكوام الكتب والدعوات لابن عمي الإمام الحسين؟ أين ذلك الزخم من الرسائل؟ وما هذا التكتم؟ سيدي مسلم، الدعوات التي أرسلوها لا تتنافى مع هذه السرية، فالكوفة هي في الحقيقة تحت سلطة أتباع يزيد ورجال شرطته، والمؤمنون إن كانت لهم قوة فهي خفية، ذلك حتى يتسنى لهم الوقت المناسب للسيطرة على دار الحكومة في الكوفة. حتى ذلك الحين ليس علينا إلا أخذ الحيطة والحذر. وما رأيك أنت يا ابن الثقفي؟ هل أهل الكوفة يرغبون حقا بقدوم سبط رسول الله؟ وما عسى يا أقول، أما الرغبة فهم راغبون، لكن المشكلة أن البعض لا يفي، وأنا بعد تجارب الكثيرة في الحياة أخشى من تكرار الماضي.
لذا أنا عازم على الوقوف إلى جانب ابن بنت رسول الله حتى آخر قطرة من دمي. مد يدك يا ابن عقيل لأكون أول من يبايع سفير الإمام الحسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. يا مختار، أخبر مشايخ المؤمنين وكبار القوم في الكوفة أني أريد أن أقرأ عليهم رسالة ابن عمي الإمام الحسين بأسرع وقت. يا أهل الكوفة، لقد نهضتم من أجل إقامة القسط وإحقاق الحق وقطع جذور الفسق والفساد. أنتم شهرتم سيوفكم ضد الذين استهانوا بالوحي واتخذوا الكذب نهجا وراحوا يكنزون المال ويبخسون الناس حقهم ويظلمونهم، وقد جعلوا السلطان لأغراض اللهو والعيش واللعب ولم يتجنبوا الافتراء والارتشاء، وصيروا الغيبة للتفكه والتسلية، وأهملوا الصلاة والصيام فجعلوهما وسيلة للتفاخر والتظاهر، تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعادوا إلى الجاهلية. الذنوب منشأها ضعف الإيمان، والمعاصي منشأها الشرك بالله وإنكار يوم الميعاد. المذنبون يرون الموت فناء، إنما الموت بقاء. الموت حق، والميزان حق، والقسط حق. أيها الناس، أنتم بايعتم بأيديكم من قام من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحياء سنة جده محمد خاتم الرسل والأنبياء، وهذا الدليل هو ابن عمي الحسين بن علي وهو قادم إليكم. فتثبتوا على بيعتكم لإمامكم ولا تخافوا أحدا إلا الله. أيها الناس، الله بمن سمع وآمن رحيم وكريم، وعلى من عصى وتجبر جبار قهار. يا أهل الكوفة، اليوم جئنا لنصرة أخينا المؤمن والموالي هاني ابن عروة، ونحن نقول للمتمسكين والمتشبثين بكرسي السلطان أن يتركوا الأمور لأهلها، فوالله لا ولاية لهم عليكم بعد هذا اليوم. وإن أبوا واستعصوا وخالفوا إرادة الأمة فليس لهم إلا سوء العاقبة والخذلان. ينبغي أن نلجأ إلى عجل السامري يا معقل، إلى الذهب. الذهب، أتسمع؟ ليحضروا لي كل ما في الخزانة من ذهب. أنا أؤمن بمعجزة الذهب. ثار مسلم بالحديد، وابن زياد سوف يثور بالذهب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلهي، يا عالما بحكمة هذا الحجر، أنت وهبت لهذا الحجر مقامه وجعلته ثمينا ومطلوبا، وقد جعلت الناس يتواضعون له. فأقسم عليك بما أودعت في هذا الحجر من الإعجاز أن تدفع عنا هذا الشر، وأن تفتح عيون الجهلة بقوة البرق الساطع منه يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب العالمين.
الذهب أمامكم. أنا سأشبعكم وقبائلكم من الذهب حتى تملأوا بطونكم منه، بشرط أن تفرقوا هؤلاء المتمردين من حول مسلم. اذهبوا إلى شرفة القصر وتكلموا مع قومكم وبشروهم بالذهب مقابل الانصياع التام إلى أوامركم، وأخيفوهم بجيوش الشام القادمة وقطع حقوقهم من بيت المال، وكذلك قطع أعضاء أجسامهم ونفيهم إلى الصحراء. يا ابن الأشعث. نعم أيها الأمير. وأنت يا ابن شهاب، خذا رجالكما وطفا بالمعابر والميادين والمحلات وتكلما عن الأخطار لتخاف النساء فيذهبن خلف رجالهن ليعدنهم إلى بيوتهم. وأنت يا ابن ذي الجوشن، فداك أبي وأمي يا أمير. اذهب من باب القصر المخفي وارسل قومك ليندسوا بين المتمردين ليتظاهروا بتأييدهم، ثم يوقعوا التفرقة بينهم. قل لهم ليدخلوا بين رجال سليمان بن سرد الخزاعي الواقفين في الزوايا على الحياد، وليعمدوا إلى نشر البلبلة بينهم وليثيروا التفرقة فيهم. سمعاً يا أمير. وأنت يا ابن حريث. نعم يا أمير. خذ فرقة من الشرطة وهاجموا بيوت أنصاره المتشددين، وعملوا على نشر الخوف بين عوائلهم، لا سيما قوم مراد وربيعة وهمدان، لا ترحموهم. هم ليسوا من محبي علي بن أبي طالب، بل نعوذ بالله يعبدونه. فها أنتم وهؤلاء المتمردون، وهذا هو الذهب. بسم الله. يا أهل الكوفة، الشاميون قادمون على حرب المعارضين والمتمردين في الكوفة، وقد أقسموا على أن يقوموا بتعذيب النساء وحلق رؤوسهن وأن يأخذوا الصبايا سبايا جوارية. يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، إن الخليفة قد غضب على أهل الكوفة. عقدات الحواجب والضفائر الطويلة والشفاه الزهرية الجميلة والقدود الممشوقة والخدود الوردية كالتفاح، يا من تلبسنا الثياب الحريرية وتضعنا الخلخال، يا نواعم الخلق من جمال ما صنعه الخالق، يا لجمالكن جميعا. وأسفي وأسفي على هذا الجمال الرائع تسحقه الخيل بحوافرها. اذهبنا هيا، اذهبنا والجمن أزواجكن الحمقى، ثم اذهبنا بهم إلى بحر الجود والسخاء إلى أمير الكوفة ليسلموا سيوفهم ويستلموا الذهب الخالص. سلم السيف واستلم ذهبا، سلم السيف واستلم ذهبا، سلم 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 السيف واستلم ذهبا، ذهبا 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 ذهبا، سلم السيف واستلم ذهبا، ذهبا 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 ذهبا.
ما بال تلك النساء وكأنهن قطعن سلاسلهن؟ وما أدراني يا أخي، لا علم لي. وأنا أيضا أتساءل يا أخي، كيف يرضى الرجال أن تخرج نساؤهم ليقرعن طبول العار والشنار على مرأى من الجميع؟ لا بد من أن شخصا وراء هذه المظاهرة، وهو الذي قد حركهن. ومن يكون غير ابن مرجانة؟ الآن قد أدركت كلام المختار يا ابن عوسجاء. لا يعرف مكر ابن مرجانة إلا المختار، ويا للأسف نحن لم نلتفت لتحذيراته. علينا أن نسد المعابر كي لا يقتربن من الرجال أبدا. جيش الشام كذبة مفضوحة، خدعة ظاهرة، يريدون أن يرعبوكم. أنا رأيت قاصدهم بعيني، يريدون أن يرشقوا المدينة كلها بالأحجار الملتهبة. تعال لنذهب إلى مكان آخر، تعال. أنا ربيتك يتيما لتكون رجل البيت ولتكسب لنا لقمة العيش ولتكون عكازي. تعال أرجوك يا ولدي، تعال، أنا لا أريد أن أصبح ثكلة. يا أمه، أنا نسيت كيف كنت تترنمين بآيات نصرة الدين في أذني، والآن تقولين ولا هذا؟ ولا أزال أترنم. حسنا، أنا أريد أن أجاهد. الجهاد لا يتوجب عليك، أنت رجل البيت الوحيد ونحن فقراء ولا أحد يساعدنا. يا شكور، سيعطونك وزن سيفك ذهبا. يا إلهي، لم أكن أحلم بهذا. ستحصل على كثير من الذهب حتى دون أن تصاب، وسوف أشتري عقدا. عيب يا حبيبة، اخفضي صوتك كي لا يسمعك الناس ويضحكوا. ما هذا الذي تقولين؟ ولكن شكور، أنت وعدتني بأن تجلب لي عقدا من القصر بعد الهجوم، ألم تعدني بذلك؟ هل نسيت؟ نعم وعدتك، لكننا لم نهجم على القصر بعد. ولماذا تدخل الحرب وتخاطر بحياتك إذن؟ لنسلم سيفك ونستلم وزنه ذهبا بلا حرب وأخطار. تستحون بهذه اللحى تسدون الطريق على النساء؟ ألا لعنة الله على الشيطان. أخبريني يا أختاه، ماذا تفعلن وإلى أين تردن الذهاب؟ ميدان الحرب ليس مكانا للنساء. ما هذه الفضيحة؟ عدنا إلى بيوتكن ولا تثرن الفتنة. أي بيوت يا شيخ؟ البيوت التي أخذتم رجالها ليست بيوتا، بل هي جهنم. أنتم تريدون العروش والسلطان ونحن علينا أن ندفع الثمن؟ لحظة لحظة، ما معنى هذا الافتراء يا امرأة؟ ألا تخافين الله؟ لا تشتمي أرجوك، اذهبي، انشغلي بشؤونك الخاصة واتركي ما يخص الرجال للرجال. يا أيها الناس، ما بكم؟ أليس من يساعدني على هذه المصيبة؟ أريد أن أرى زوجي، أريد أن أراه. لكن هؤلاء العصاة قد سدوا علينا المعابر. أقسم بالله العظيم، إن لم تفتحوا لنا الطريق لكي تعبر النساء، سأخلع العباءة وأكشف رأسي، وسوف أشق جيبي، وسأخرج عارية وأفضحك أيها اللئيم. ابتعد، ابتعد عن طريقي. اخجلي أيتها المرأة، اخجلي. لا، لماذا أستحي عديم المروءة؟ هل ارتكبت فاحشة؟ أنت عليك أن تخجل، تعترض النساء بسيفك. والله إن تجرأت ولمستني. تنحوا أيها الإخوة، فأنتم رجال وهؤلاء نساء مستهترات، فلنجد من يردع هؤلاء النساء الصليطات حتى لا نبقي لهن حجة يتحججن بها علينا أمام الله. إذا قتلوك ماذا أفعل بجيش أيتامك؟ إلى من أمد يدي كي أطلب لقمة خبز لأطعمهم؟ هل لديك قطيع من البعير كي لا أنحني أمام هذا وذاك؟ اخجلي يا امرأة، اخجلي واحفظي ماء وجهك. إذا لم أدافع عن دين الله فلن أموت، هل فهمت؟ إذا لم تدافع أنت عن دين الله هل يضمحل الدين؟ كل هذا الخلق يدافع عن الدين ألا يكفي؟ قلت لك كفى. حسنا، نحن راحلون. البشرى يا أمير، لقد أصابت سهامنا الهدف وهاجمت النساء أزواجهن أيضا. إن القوم على انهزام أيها الأمير. استمروا يا ابن حريث، استمروا بذلك. في حرب المدن نصف الجيش من النساء،
والغلبة لمن يعبئ النساء ويدخل بهن الميدان. في مرمى رجال البرج وقد يسددون نحونا سهامهم، من الأفضل أن نحتمي بجدار. إنه وقت المغرب، هيا بنا نذهب إلى المسجد للصلاة. الصلاة في أول وقتها لها فضيلة عظمى، تعجز الملائكة عن إحصاء فضلها وحسناتها، وقد حرمونا هذه الليلة من الصلاة في بيت الله يا إخوتي، لنصلي معا، لنصلي تحت هذا السقف. بسم الله الرحمن الرحيم. أين القبلة؟ إنها في هذا الاتجاه. لا لا، بل تمايل إلى الشمال. شمالا أم يمينا؟ واقفون باتجاه المشرق وتتجادلون إلى أي جهة يكون القبلة في هذا الاتجاه يا إخوة. المشرق هكذا أم هكذا؟ إن كان المرحاض في هذا الجانب إذن فالقبلة من هنا. يا أمير، لقد ذهب الجميع من الميدان ولا أحد فيه. أشهد أن لا إله إلا الله. ألم أقل لك إنهم سيهربون؟ المسألة كانت مسألة وقت يا ابن حريث. الوقت ليل والطيور لا تطير في الليل إلا الخفافيش والبوم الذي ينعق في الخراب. هذا السكوت والانسحاب سياسة، مثل تراجع الذي يريد أن يقفز عرض النهر. ضعوا العسس والحراس في كل المعابر، هذه الليلة يمنع النوم، ومن يخرج من بيته فدمه مباح لكم. نعم يا أمير. قل لي يا ابن حريث. نعم. في أي اتجاه هي القبلة؟ القبلة؟ القبلة أظنها في هذا الاتجاه. من أي جهة غابت الشمس؟ الشمس غابت من هذا الجانب. إذن هذا الاتجاه هو المشرق. يبدو أن أحدا منكم لم يصلي تحت هذا السقف حتى الآن. فديتك أيها الأمير، وعلى ما أذكر صلواتنا كانت دائما في المسجد مع الجماعة. صدقتك. إذن اذهب للمسجد، وإذا لم يبق فيه أحد من الغوغائيين صلي صلاتك هناك. نعم يا أمير. من يحتاج منكم إلى تجديد الوضوء فليفعل. هل علم أحدكم جهة القبلة في نهاية الأمر أم لا؟ أنت صلي في هذا الاتجاه، فإن كان خطأ فكفارتها في عنقي. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. النية النية. أصلي 3 ركعات المغرب مقتديا بالمقتدى الحاضر الأمير عبيد الله بن زياد قربة إلى الله. الله أكبر. 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 الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. يا أشباه الرجال، ولا رجال.
أرى أن نبقى في المسجد ليجعل الله لنا فرجا. سمعت أن المختار الثقفي قد انطلق بجيش نحو الكوفة. في محراب هذا المسجد خضبت محاسن عمي علي بدم هامته، وأنا سأهرب من قضاء الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. يجب أن أخبر ابن عمي الإمام الحسين أن الكوفيين لا يزالون كما كانوا في عهد عمي الإمام علي. يجب أن أحذره من الاقتراب من الكوفة. يجب أن نغادر هذا المكان. يجب أن نرحل بسرعة. لقد تمركزوا في جميع مخارج المدينة ولم يبقى إلا طريق النهر للهروب منه. إذا نذهب عن طريق النهر. دلنا على الطريق فأنت عارف به. لا حرمك الله من ماء الكوثر يا أماه. هنيئا مريئا يا ولدي، ها أنت قد ارتويت. قم واسرع بالذهاب لبيتك، فلا بد أن أهلك قلقون عليك. أنا غريب في الكوفة يا أماه، ليس لي بيت ولا وطن. الكوفة قاتلة الغرباء يا ولدي، لما جئت ديارا متلونة الطباع؟ نحن ضيوف أهل الكوفة، هم دعونا. وما هو اسمك يا ولدي؟ مسلم بن عقيل. وغوثاء، أنت مسلم سفير ابن رسول الله؟ هل لك أن تؤويني عشية هذه الليلة في دارك؟ أنا أخشى من ولدي بلال لأنه متحلل الخلق، فهو يعاشر شرار أهل الكوفة ويعاقر الخمرة حتى الفجر حيث صياح الضيكة، ثم يأتي في الصباح ثملا مترنحا لا يعقل.
البوليس كي لا يحس بالأمر. محاصرة يا ابن عقيل. لا مفر لك. إن رفعت سيفك صيرنا لك الدار جحيما. العرب أيضا من نسل حمزة وعلي، ولا يمكن أن نتغلب عليه ما دام يحمل سيفه في يده. أنا أكره أن أقتله يا ابن الأشعث. أعطه الأمان لعله يستسلم. Oh!
ابن عقيل، أنا ابن الأشعث أخاطبك فاستمع إلي. إن شئت القتال فاعلم أن الأمير سوف يقتص منك بكل تأكيد وبلا تردد عمن تقتله. عليك أن تستسلم، وأنا أضمن لك الأمان من الأمير وألا يصيبك أي مكروه. هيا تكلم يا مسلم. يا ابن زياد، القتل أم الأمان؟ ولما تسأل؟ أعطيت الأمان في المعركة فوضعت سيفي، وإلا لما استسلمت. القتل في المعركة أعذب عندي من الاستسلام لك. عجبا من تعالي الهاشميين وشموخهم، يرتجزون وهم في الأسر، لم يألفوا الخنوع. من أين أتيتم بعزة النفس؟ نخضع ونتضرع لله سبحانه وتعالى. حسنا، سر ربك إذن. ربما إذا تضرعت له يا مسلم فقد يثنينا عن قتلك. أستغفر الله ربي من كلامك هذا. ألم أقل لكم إن كبرياء الهاشميين يمنعهم حتى من التضرع إلى الله؟ إني قاتلك يا مسلم. أعلم أنك لست بسخيا حتى تصفح عن عدوك. أطلب أن أوصي بعض الرسائل إلى قومي في مجلسك هذا. هيا تفضل. يا ابن سعد، إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة يجب أن تقضيها، وهي سر. اعفني فإني لست حافظا جيدا للسر. يا ابن سعد، لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك، فإنه قريب من الموت، أصغي إلى ما يوصيك به. إن أصغيت إلى وصيته فلا أستطيع التراجع عن تنفيذها. وما العيب في ذلك؟ إن كان العمل في وصية مرتد كمسلم ابن عقيل لا يثاب عليه ولا يعاقب، إنما يزيدك مروءة ونبلة. وإن كان العمل بها يعارض رغباتك أيها الأمير، هل يكون تنفيذها رجولة ومروءة أيضا؟ ما بك، أنت لم تسمعها بعد يا رجل. فإذا كانت تعارض رغبات ونزوات الأمير الشخصية فنفذها، لا مشكلة لدي. أما إذا كانت تخالف شرع الله المقدس لا تنفذها، وكفر عما جاء فيها. يا مسلم، اكتب لابن عمي الحسين أن يرجع ولا يأتي الكوفة أبدا، وخذ جثتي من ابن زياد وادفنها كي لا تبقى على الأرض، واقضي من ثمني سيفي ودرعي دينا كنت قد استدنته عندما دخلت الكوفة. استأمنك فصن الأمانة يا عمر، لا تنسى ذلك. من أمنك لا تخنه يا عمر، فالأمانة حمل ثقيل تعجز حتى الجبال عن حملها. يا مسلم، ها أنت قد أوصيت، هل لك حاجة أخرى؟ أنا عطشان، أريد شوربة من الماء. يا ابن حريث اسقه من القدح الذي يلعق فيه الكلب، فإنه مرتد والمرتد ينجس ما يلعق فيه. نعم أيها الأمير، أنت هو المرتد،
أنت هو المرتد حيث أنك تستبيح النفس المحرمة والدماء الطاهرة وتقتل المؤمنين عن غير حق. ومن يقتل على الغضب وسوء الظن فهو أقرب للردة مني يا ابن زياد. إن أنفاسك ناجسة أيها المارق حيث جعلت قلبك مرتعا للشيطان. أنت هو الشيطان حيث خرجت على خليفة المسلمين بدافع هوى النفس وشهرت سيفا على ولي أمر المسلمين وشققت عصاهم. فالردة ثابتة وظاهرة عليك، وإني قاتلك طلبا لمرضات الله فقط لا بدافع الغضب وسوء الظن. أقسم بالله إنك لكذوب. أما هؤلاء الناس فلو كان في قلبهم ذرة من الإيمان لشهدوا على كذبك، ولكن للأسف إن الدنيا فتنت المسلمين فأضلتهم عن طريق الصواب وضاع الإنصاف والشجاعة والإيمان بالله. أما نحن فقد خرجنا على غاصب الخلافة وشهرنا سيوفنا على سلوك قيصر وكسرى، وما فرقنا الأمة بل وحدناها، والإثنى عشر ألف كتاب من أهل العراق هي البرهان على كلامنا. تشرب الماء. منعني دم ثناياي. هكذا إذا أترى كيف أن الله لا يحبك وشاء أن تموت ظمآنا؟ لم يعد الماء مقدرا لي، والله وسعت رحمته كل شيء. لعل موتي عطشانا يكمل أجري في الجهاد. خسئت وخسئ من معك ومن نصرك يا ابن زياد. تظنون أن الله شبيه بخلقه في الأفعال؟ تدارك ما بدر منك من ذنب ودع عنك معرفة الله. تظنون الخلافة حقا لكم فتتهمون الخليفة باغتصابها؟ ليس ظنا أبدا بل يقين. أسمعتم أيها الإخوة؟ أسمعتم؟ إن أصل وأساس النزاع العلوي الأموي يدور على هذا الادعاء. يجادلون ويتبكون، يتبكون على الدين، يتبكون على سنة النبي وعلى القرآن الكريم، ويتبكون على حدود الأحكام. وقيس على هذا، يفترون على الخليفة أنه ماذا؟ أنه جاء بالبدعة. البدعة! ولكن العلويين لا يطالبون بالتوريث، بل لهم في الخلافة حق كسائر المسلمين. إنما الخلافة هي للصالحين والمقربين والمؤمنين من الأمة. وإني لأقسم أن عليا وأولاده هم ذو القربى وأهل التقى. إنه ليس قولي فيهم، بل الخلفاء السابقون شهدوا لعلي بالدين والتقوى والعلم والمعرفة. أنت خائن وكذاب، تنسب أكاذيبك للخلفاء. أقسم بالله لأقتلنك قتلة يا مسلم لم يقتل رجل مثلها في الإسلام من قبل. أما أنت فظلوم غشوم، ولا أستبعد منك شيئا. لا أستبعد منك القتل الفجيع وتقطيع الأطراف والسلوك الرذيل والتمثيل بالجثث وغرس المسامير في النعوش. من منكم أيها القوم جرح بفعل هذا المرتد؟ أيها الأمير، أنا بكير بن حمران الأحمري، وهذا هو الجرح الذي أحدثه مسلم بن عقيل. يا بكير، اذهب وارميه من أعلى القصر، ومن ثم قم باحتزاز رأسه. حاضر يا أمير.
الله.